هل يعتبر باسم خشان حكومة السوداني هي الأنجح بعد 2003 كما يقول الكثيرون حاليا؟ يعني أنا دعمت السيد السوداني، لكن خيبات الأمل. ها خيبات؟ خيبات الأمل لا تعد ولا تحصى. أنا يعني أنا رجل قانون وأحترم القانون. ما فعل السيد السوداني بتعيين مستشارين أكثرهم من الفاشلين، أكثرهم من الفاشلين، عدد هائل، بحيث لو كلفت بتحرير رام الله يحررها ويجيب لك القدس وياها بالطريق. شنو هذا؟ يجوز هو فكرته؟ ما معقولة. يعني ليش قدم يعني مستشاري الرياضة، مستشاري بس الرياضة والشباب ثلاثة. طيب ثلاثة، يعني أنا ما أعرف ما بالرياضة متشعبة، أكو كرة قدم، يعني أكو مثلا ألعاب قوة مثلا، يعني يعني ينفع إذا بلغنا المستشار إنه هدف بايش تسلل أو لا وين اعتراضك؟ طيب انا اعتراضي يعني يقول لك ما خاب من استشار خب بالنتيجه. انا اعتراضي على يعني فكره رئيس وزراء، يعني ما معقوله يجيب مستشار بهذا العدد، وبعضهم يعني طفل، ما يعني بعد شاب صغير، او مثلا اعطيك مثال يعني مو بعيد عني من السماوه، مثلا مستشار شؤون الانتخابات لا يعرف بالانتخابات، اللي هو منو؟ معتمد الموسوي. زين لا يعرف بالانتخابات، كان بالمفوضية. كان بالمفوضية طبعاً، كان بالمفوضية بالمحاصصة، بس اسمح لي هم صار تعلم، ما يخالف تعلم. كان في كلية التراث ورقن قيده بسبب الغش. يعني تصور اللي يعني أكثر شيء يحتاج نزاهة هو الانتخابات، يجيبون مستشار مرقن قيده بالغش، خلي يروح لكلية التراث جامعة يدز واحد من المستشاري السيد السوداني ويسألهم عن تلقين القيد. هاش طلعت كلية التراث الكاظمي والهسة السوداني. إيه ما هي هاي القصة، هاي القصة. بس هذا الملف عندك عليه ملاحظة ويا السيد السوداني؟ لا ما هو. يعني ما عنده نجاحات أنت دعمته وطقيت وياه صورة وقلت سأدعمهم. أنا والله أنا. وهسة علاقتك خربانة؟ يعني أنا ما لا خربانة لا ما خربانة، أنا رأيي كل ما يصير حدث هذا الرأي زين أقول عن هالموقف زين أقول عن زين، هالموقف مو زين أقول عن مو زين. ولا موقف عنده جيد؟ انت خيبات، خيبات امل يعني. خيبات أربعة شهور خمسة وما صار لها ولا رجال. انا اقول لك شنو القضية، هسه هاي الموازنة ثلاث سنوات. زين هاي خيبة. هاي الموازنة ثلاث سنوات مو هي خيبة بحد ذاتها، بس احنا هل هذه الموازنة اخرجتنا من مسار الاقتصاد الريعي؟ غيرت اقتصادنا؟ ما